الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث الصحيح الذي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في أوصاف الإمام. في مقطع آخر من مقاطع هذا الحديث يقول الإمام الصادق عليه السلام فإذا انقضت مدة والده إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مشيته وجاءت الإرادة من الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده، فقضى وصار أمر الله إليه من بعده، وقلده دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيمه على بلاده، وأيده بروحه، وآتاه علمه، وانباه فصل بيانه واستودعه سره وانتدبه لعظيم امره وانباه فضل بيان علمه ونصبه علما لخلقه وجعله حجه على اهل عالمه وضياء لاهل دينه والقيم على عباده رضي الله به اماما لهم الأرض لا تخلو من حجة، فالله سبحانه وتعالى أول إنسان خلقه كان حجة لله سبحانه وتعالى، وهو آدم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، واستمرت حجة الله على الناس بين نبي ووصي نبي. الى ان انتهى الامر الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فهم صالح بعد صالح وامام بعد امام فكل امام تنتهي مدته في هذه البسيطه وتقدير الله سبحانه وتعالى يجري فيه بموته. لا يموت الا ومن بعده إمام آخر، وبعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمامة طولية، بمعنى أنه تنتقل من أب إلى ابن، فكلما مات الأب انتقلت الإمامة، يعني النطق بالإمامة إلى الابن. لأن تقدير الله سبحانه وتعالى هو أن الناس أجمع يموتون، فلذا خاطب رسوله محمدًا صلى الله عليه واله إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والموت هو انفصال الروح عن الجسد. ليس انتهاء الانسان كما يزعم الماديون وكما كان يزعم المشركون من العرب في زمان الرسول صلى الله عليه واله الموت هو انتقال من مرحله الى مرحله اخرى لان الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الانسان في عوالم مختلفه كان في عالم الذر، وفي عالم الدنيا، ثم بعد ذلك في عالم البرزخ، وبعد البرزخ في عالم القيامة، ثم الخلود في الجنة أو في النار. طبعاً هذه أهم العوالم التي يمر بها الإنسان، وهنالك عوالم أخرى مذكورة مفصلاً في الروايات. الحكمه اقتضت ان تكون ان يكون الانسان في هذا العالم اللي هو عالم الدنيا للامتحان، الفتره التي سبقت وجوده في هذه الدنيا لم يكن هناك امتحان الا في عالم الذر، الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الفطره الست بربكم قالوا بلى في هذا العالم من الدنيا عالم الامتحان والانسان باختياره يحدد مصيره المستقبلي هل هو منعم في عالم البرزخ والاخره او معذب فيهما أو أحيانا معذب وأحيانا منعّم كعصاة المسلمين قبل أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فهذا مرتبط باختيار الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى قدّر الموت على الجميع، ومن جملة من قدّر عليهم الموت الأنبياء، حتى إذا طالت فترتهم مثلا نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام مدة لبث في قومه كانت تسعمائة سنة وخمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم من بعد الطوفان أيضا عاش لفترة طويلة الخضر على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لا زال حيا من زمان ذي القرنين آلاف السنين لكنه في يوم من الايام سيموت عيسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام لا زال حيا الان اكثر من الفي عام تمر من ولادته الله سبحانه وتعالى رفعه الى السماء ولا زال حيا وحينما يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينزل خضر ينزل عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام ويصلي خلف المهدي وبعد ذلك يقبض الله سبحانه وتعالى روحه فيموت وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. الله سبحانه وتعالى ادخره حيا لاجل حكمته سبحانه وتعالى ولعل من حكمته ان ينزل فيصلي خلف المهدي فيؤمن بالمهدي النصارى لانهم يعتقدون بعيسى ويؤمن به اليهود لانهم ايضا ينتظرون عيسى. وهو علامه ومعجزه يراها المسلمون فيؤمن اكثرهم بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالارض لا تخلو من حجه. الامام اذا مات ليس بمعنى انتهاء كل شيء، كلا انتقل من هذا العالم الى عالم اخر. ليس الامام فقط، اي انسان يموت لا يعدم، صحيح تنفصل روحه عن جسده، لكن هذه الروح موجوده وتسمع في الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه واله لما انتهت معركة بدر بعد الغزوة جاء يخاطب جثث المشركين يا عمرو بن هشام يعني ابا جهل يا فلان يا فلان يا فلان اني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ واحد من الصحابة كانت لازالت حالة الشرك موجودة فيه قال كيف تكلم ناس هؤلاء اصبحوا هام جثث بلا روح فقال رسول الله صلى الله عليه واله ما انتم باسمع منهم يعني هم يستمعون الى الكلام الميت الذي نراه امامنا روحه موجوده يستمع الى كلامنا ولذلك الانبياء بعد نزول العذاب على قومهم وموتهم جميعا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم يعني خاطب الجثث التي ماتت بعذاب الله سبحانه وتعالى نعم اكو بعض المسلمين يتصورون ان الموت نهايه كل شيء يعني لا زالت الحالة التي كانت في المشركين موجودة موجودة فيهم، يتصور ان الميت انتهى امره، كلا لم ينتهي امره. يقول الميت لا ينفع ولا يضر، نقول نعم الحي ايضا لا ينفع ولا يضر الا باذن الله. قل يعني انت الحي يا رسول الله، رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا اذا شاء الله سبحانه وتعالى وهو حي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا باذن الله كذلك وهو ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا بما شاء الله سبحانه وتعالى وقد شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعله شفيعا وان يجعله شاهدا ولذلك يضر وينفع ولكن باذن الله سبحانه وتعالى على كل حال في هذا الحديث يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فإذا انقضت مدة والده من ذرية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مات إمام جاء الأمر إلى إمام آخر زين لماذا يموت؟ لأن تقدير الله سبحانه وتعالى ذلك لان مشيئه الله ذلك الله سبحانه وتعالى شاء والرسول والانبياء والاوصياء والائمه يسلمون لله سبحانه وتعالى وهم اكثر الناس تسليما له شاء امرا فمسلمون له رضا بقضائك احنا في كثير من الاحيان حتى كثير من المسلمين لا يرضون بمكروه القضاء، صحيح يمكن هو يصبر لا يجزع لا يظهر كلمة الكفر، لكن إذا تروح إلى قلبه تشوف ما راضي بالقضاء، القضاء التي الذي تكرهه نفسه مات عزيز خسر خسارة كبيرة في تجارته مثلاً لكن اذا الانسان وصل الى درجه عاليه من الايمان يرضى بمكروه القضاء لان الله سبحانه وتعالى قد قضاه. اذا الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في يوم عاشوراء كان يقول: الهي رضا بقضائك وهو في المقتل. يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. زين فالامام النبي اولياء الله سبحانه وتعالى المخلصون هؤلاء يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى ويسلمون له. زين جاء القضاء والقدر الالهي في الامام اللاحق بما يحب الله سبحانه وتعالى. الامام السابق راضي بذلك، الامام اللاحق ايضا. راضي بذلك. زين. ماذا يتحقق في هذا الامام بعد امامته؟ المقاطع السابقه كانت الصفات بشكل عام. الان الامام عليه الصلاه والسلام يبين فتره تحمله لاعباء الامامه. الله سبحانه وتعالى قبل أن ينطق بالإمامة وقبل أن يتحمل أعباء الإمامة حباه العلم العصمة طيب الأصل، طيب النسب صفات جمة تجعله متميزا من كل الجهات وهذه تستمر في فترة إمامته والإمام يؤكد عليها بعض الناس مثلا قبل أن يستلم السلطة فيه صفات جيده لكن بعد ان يستلم السلطه تشوف تتغير صفاته الان احنا نشوف كثير من الناس لما هو معارضه للسلطات يتكلم بحقوق الانسان ويتكلم بالديمقراطيه ويتكلم بالحريه ويتكلم بكذا وكذا 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 لكن عندما وصل الى السلطه ينسى كل شيء اما بالنسبه الى الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى للنبوه وللامامه هذا بعد ان يستلم المنصب يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، هو متواضع لله يزداد تواضعا هو مخبت لله سبحانه وتعالى يزداد اخباتا هو عالم يزداد علما عكس الكثير من الناس اذا الامام في هذا المقطع يبين الحاله في فتره تحمله باعباء الامامه يقول فقضى وصار امر الله اليه من بعده الله قضى يعني حكم حكما تكوينيا بان هذا يكون الامام فيصير الامام ولا احد يتمكن من انتزاع منصب الامامه من الامام بالجبر يتمكن يحبس الامام يتمكن يعذبه يتمكن حتى يقتله، اما انه ينتزع هذا المنصب لا احد يتمكن من ذلك، ليش؟ لانه هو منصب الهي. الانبياء عذبوا او عذب الكثير منهم، طوردوا، هجروا الى حد القتل. لكن هل تمكن احد من انتزاع منصب النبوه منهم؟ كله، لان المنصب رباني، هذا حكم الله سبحانه وتعالى تكوينا. يقول قضى وصار امر الله اليه من بعده يعني من بعد والده وقلّده دينه قلّده دينه يعني الزمه بالقيام بمهمات الدين نقول فلان تقلّد الامر يعني شنو تقلّد الامر؟ يعني الزم مهام ذلك الامر نقول تقلّد الخلافه تقلّد الاماره وما الى ذلك بمعنى الزم بمهامها الله سبحانه وتعالى يكلف الإمام برعاية الدين، يعني شنو برعاية الدين؟ بيان الدين للناس، ومنع التحريف والانحراف، يعني كلما الظالمون حرفوا الإمام يبين الحقائق، ولذا نشوف في طول التاريخ الظلمه من بني اميه وبني العباس حاولوا تحريف الدين اما بنو اميه فلاحقادهم من الرسول صلى الله عليه واله لان الرسول صلى الله عليه واله في غزواته قتل من بني اميه بيد اصحابه وخاصه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الكثير اخو معاويه جد معاويه خال معاويه قتلوا في معركة بدر بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهؤلاء عشرين سنة في زمان الرسول حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فتح مكة اضطروا أن يظهروا الإسلام لكن هذه الأحقاد كانت موجودة فكانوا يتحينون الفرصة فلما وصلت السلطة بيدهم حاولوا تحريف الدين كما قال لا والله إلا دفنا دفنا يعني يدفن اسم الرسول صلى الله عليه وآله الذي كان يرفع على المنائر لا والله إلا سحقا سحقا هكذا كانوا يريدون أما بنو العباس فهؤلاء كانوا يريدون الدين لصالحهم فلذلك وعاظ السلاطين الرواة الكاذبون هؤلاء كانوا حولهم يسبحون بحمدهم ويضعون الاحاديث والاحكام حسب ما يشتهيه السلاطين الذي حفظ الدين من بعد الرسول هم الائمه عليهم الصلاه والسلام ببيان الاحكام الواقعيه ولذا الان الدين وصل الينا صحيح هناك فرق كثيره في المسلمين لكن الحجه لله تامه عليهم جميعا الفرقه الناجيه موجوده وهي التي اتبعت الرسول صلى الله عليه واله وحافظت على وصيه الرسول في الثقلين، اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي. من الذي تمسك بالقران؟ وتمسك باهل البيت معا، بالقران وباهل البيت. هذا الذي لم يضل. حسب حديث الثقلين المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه واله. وجعله الحجة على عباده حجة الله على العباد يعني الله سبحانه وتعالى يحتج به على عباده في يوم القيامة الله يخاطب الناس الذين كانوا يعاصرون الإمام والذين جاءوا من بعده يقول قد جعلته عليكم حجة فهل اتبعتموه؟ إذا تقول نعم اتبعته اعتقدت به واتبعته خلص الله سبحانه وتعالى يقول قد نجحت في الامتحان لكن اذا الانسان قال لم اعتقد به ولم اتبعه بل الكثيرون حاربوهم وقتلوهم واقصوهم وشردوهم هنا لا يتمكنون من الاحتجاج الله سبحانه وتعالى يقول كانت الدلائل واضحه واوصلتها لكم لماذا لم تتبعوه مالك حجه بعد الذي لم يتبعه وجعله الحج على عباده وقيمه في بلاده يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه الرئاسة الدنيوية قدر له لكن لم يجبر الناس على ذلك يعني قال الناس أن هذا هو الخليفة وهو الحاكم زين الناس اذا اتبعوه فقد اتبعوا امر الله سبحانه وتعالى. اذا لم يتبعوه وجعلوا غيره الخليفه والحاكم فحجه الله سبحانه وتعالى تامه عليهم. لان الامامه شنو هي؟ بعباره مختصره جامعه الامامه هي الرئاسه في الدين والدنيا. الرئاسة في الدنيا الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على اتباع الإمام يقدرون يسوون انقلاب يتمكنون من أن يخالفوا الإمام أن يبتزوا حقه أن يعينوا غيره حاكما يتمكنون من ذلك لأن الامتحان هو هكذا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى تعاقب تتبع امر الله سبحانه وتعالى تكون من الناجين السعداء. كما في الايمان الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على ان يؤمنوا به ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كذلك الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على قبول نبوه محمد صلى الله عليه واله. كذلك لم يكره الناس على قبول إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام لكن جعل لهم تشريع أن يكونوا أئمة لهم السلطة في الدين والدنيا الناس اتبعوا واتبعوا ما اتبعوا فمن شقاء الناس وأيده بروحه الله سبحانه وتعالى يؤيد الإمام بروح القدس ستأتي أحاديث مفصلة في هذا الامر، الله سبحانه وتعالى حينما يولد الإمام يكلف روح القدس بأن يكون معه دائما، وروح القدس نوع من الملائكة، أو نوع آخر غير الملائكة من مصادق روح القدس ابراهيم عليه السلام والى مصادق اخرى روح القدس ليس شخصا واحدا اشخاص فكل امام من ولادته الى وفاته يوجد معه واحد من روح القدس وهناك روح قدس اخر هذا يتنقل من امام الى امام يعني في فتره الامامه يكون مع الامام فاذا توفاه الله سبحانه وتعالى ينتقل الى امام اخر فبالنتيجه يكون في فتره امامه كل امام معه اثنان من روح القدس لان روح القدس ليس شخصا واحدا كما ذكرنا يعني يظهر من الاخبار انه نوع هذا النوع فيه اشخاص مثل الملائكه جبرائيل واحد من الملائكه اسرافيل واحد من الملائكه وهكذا سائر الملائكه كذلك روح القدس نوع وهذا النوع فيه اشخاص متعددون. فالامام عندما يولد الله يكلف روح القدس يعني واحد من ارواح القدس لكي يكون مع هذا الامام. وكذلك حين امامته يكون معه روح قدس يكون مع الائمه فقط في حين امامتهم. ما هي مهمه روح القدس؟ يحفظ الامام عليه الصلاه والسلام ويلهمه امر الله سبحانه وتعالى. وأيده بروحه وآتاه علمه، طبعاً الإمام هو عالم قبل إمامته، قبل نطقه بالإمامة، لكن الله سبحانه وتعالى يزيده علماً باستمرار، ومن بعض الأحاديث يستفاد حتى بعد موته أيضاً الله سبحانه وتعالى يزيده علماً، لأن العلم لا نهاية له، والله سبحانه وتعالى يفيض العلم على الرسول وعلى الأئمة باستمرار وانبأه فصل بيانه يعني البيان الفصل الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى احد الانبياء يقول: واتيناه الحكمه وفصل الخطاب يعني الخطاب الفصل الذي يفصل بين الحق والباطل الكلمه النهائيه واستودعه سره توجد اسرار يعني علوم هذه العلوم لا تقال للناس هذه علوم خاصة الله سبحانه وتعالى خص الإمام بهذه العلوم في فترة إمامته يخصه بتلك العلوم وباستمرار زين هاي العلوم شنو هي؟ إحنا ما ندري لأن العلوم لا نهاية لها كما ذكرنا المعلومات لا نهاية لها فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي ويلهم الإمام وتحدثه الملائكة بعلوم هذه العلوم قسم منها لكي تبين للناس وقسم منها أسرار ترتبط بالإمام زين بهذه العلوم تكون إلى الولاية التكوينية تكون بيده المعاجز يكون إدارة الكون وتدبيره بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى تكون بيده هذه لا نعلمها لكن هناك علوم جمة الله سبحانه وتعالى يوحيها إليه ولكن مأمور بأن لا يذكرها لأحد وانتدبه لعظيم أمره يعني أمره العظيم الانتباء الانتداب يعني الاختيار العظيم الأمر العظيم يعني مناصب الإمامة التكوينية والتشريعية وأنبأه فصل بيان علمه او فضل بيان علمه الله سبحانه وتعالى يلهمه العلوم التي يجب ان يبينها للناس، اكو علوم خاصه به هذه اسرار. واكو علوم هذه للبيان للناس ونصبه علما على خلقه علامه تدلهم الى الله سبحانه وتعالى. وجعله حجة على أهل عالمه، يعني العالم الناس الذين يعيشون في العالم الذي يعيش فيه الإمام، عالم الدنيا أو المراد الناس الذين يعيشون في زمانه، لأن الإمام كما هو حجة على جميع الخلق هو حجة على الناس الذين يعيشون في زمانه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يعني مثلا الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام الناس الذين كانوا يعيشون في زمانه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يدعو الامام زين العابدين ثم يدعو الناس الذين كانوا في عصره هل اتبعتموه ام خالفتموه فيشهد لهم او عليهم وجعله حجه على اهل عالمه وضياء لاهل دينه يعني الذين هم المسلمون المؤمنون هؤلاء يتلقون علومهم منه ينور قلوبهم والقيم على عباده هو قيم على عباده الله سبحانه وتعالى جعله قيما على العباد رضي الله به إماما لهم الله رضاه رضيه إماما هل هم رضوا أو ما رضوا إذا الله سبحانه وتعالى قضى شيئا فرض الناس ليس بمشترط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإذا الله رضيه خلص لازم الناس يتبعوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هسه أنت ترضى بالإسلام لو ما ترضى بالإسلام لازم تتبع الإسلام إذا ما اتبعت الإسلام فأنت في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله رضي رسوله محمدا للنبوة. الإنسان يرضى به لو ما يرضى به، إذا رضي به كان أهل نجاة، إذا لم يرضى به كان أهل خسارة، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله رضيهم للإمامة. شاء من شاء وأبى من أبى. ولله الحجه البالغه نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد معرفتنا بهم وبنورهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين